يعد تحقيق الأمن المائي شرطا ضروريا لتحقيق السيادة الغذائية، خاصة وأن بلادنا تعرف منذ أكثر من 5 سنوات فترة جفاف استثنائية بفعل التغير المناخي، مما يفرض ضغوطا متزايدة على النظم الغذائية ويجعلها أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية والبيئية. وبفعل هذا الوضع المناخي الاستثنائي، تم تسجيل انخفاض غير مسبوق في مستوى الواردات من المياه ومخزون السدود والفرشاة المائية. ورغم التأثيرات المترتبة عن هذا الوضع المناخي والأزمة الصحية والحرب الأوكرانية الروسية، مكنت الجهود المبذولة من طرف الحكومة من تأمين تزويد السوق الوطنية بالمواد الغذائية الأساسية بصفة منتظمة، ورغم بعض الإكراهات، بالإضافة إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بشكل منتظم، حيث رفعت الحكومة بتعليمات من صاحب جلالة من الاستثمارات في البرنامج الوطني لتزويد الماء ومياه الصقر 2020 و2027 لتصل إلى أكثر من 14 مليار ديال الدولار، وذلك من أجل تسريع وتيرة الاستثمار في مجال الماء. وفي هذا الإطار كتشتغل الحكومة على تصور جديد حتى تتمكن بلادنا من خلال هذه البرامج تأمين مخزون ماء استراتيجي لدعم السيادة الغذائية لبلادنا. وستمكن هذه المجهودات من دعم السيادة الغذائية لبلادنا وضمان تزويد السوق الوطني بالمواد الغذائية الأساسية بصفة منتظمة، بالإضافة إلى مضاعفة الناتج الداخلي الخام، فضلا عن تحسين ظروف عيش الفلاحين.